فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في إحدى المقابر في الرياض قام بعض الناس بتركيب مراوح تنفث الهواء مع شيء من رذاذ الماء، وذلك لتلطيف الجو وتخفيف الحر، يقول: ما حكم مثل هذا الفعل؟ يا إخواني، الإحداثات هذه ما تصلح، ما تصلح في المقابر، مقابر حساسة ويحصل عندها أشياء قد تتطور فيما بعد، فنترك المقابر ما نحدث فيها شيئا. من استطاع أنه يحضر الدفن يحضر، ومن لا يستطيع لا يحضر، الحمد لله. نعم، أما نجعل مراوح ونجعل مظلات ونجعل هذا لا يجوز. نعم.